السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. لازم حضرتك بسؤال. اتفضل. الحديث بتاع من صلى على جنازة فله قراط ومن تبعها فله قراط. نعم. ده ينطبق على ان انا يعني انا دلوقتي مثلا اروح اصلي على الجنازة، هل لازم اتبعها من مكانها ولا انا مجرد ما صليت عليها فليها الأجر؟ هل تشك أنت أن من تبعها من البيت للمسجد وصلى عليها أفضل من الذي وقف في المسجد ينتظرها وصلى عليها؟ أكيد. خلاص هو هذا والأمر لله. يعني ساعات الظروف ما خلاص الأمر لله، هو يعلم بنواياك ويعلم بسعيك بس. ربنا يبارك فيك. حياك الله.